أهلاً أعزائي المشاهدين من جبل الزيتون. بستمر الحديث عن الصلاة الربانية، ومثل ما ذكرت إنه التركيز في هذا القسم على الغفران. حياة الغفران هي حياة اختبار من مارسها المسيحيين، ومثل ما ذكرت إنه تعليم العزة على الجبل إنه الله بيطالب مش في مستوى أقل، كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. فالشخص المختبر بيكون مليان بمحبة المسيح، وبصير من الأسهل عليه إنه يغفر. واحد من الأمور الصعبة إنه الواحد يغفر، ولا سيما إساءة عظيمة خيانة، كنا نتوقع شيء وانضرب فعلا، لكن اغفر عشان تتحرر. مكتوب إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا، مسامحين بعضكم بعض كما سامحكم الله في المسيح يسوع. كم سامحنا يسوع، مات من أجلك ومات من أجلي، فسامح الشخص الآخر. الرب يباركك.